السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. وأنا سعيدة جدا لوجودي اليوم معكم وشاكرة لمركز الدراسات. عنوان الورقة: التعليم المتطور وتعزيز مهارات الحياة للقرن 21. ذكر قبل قليل دكتور عارف السبعينات والثمانينات وسيارات السبعينات وسيارات الثمانينات واللي نحن منهم. باخذكم فقط لمشهد بسيط جدا في تلك الفترة في السبعينات، عندما كنت طالبة في المدرسة على مقاعد الدراسة، ولا زلت أستذكر عندما دخلت معلمة التربية الفنية لتطلب منا أن نرسم العالم في عام 2000. تخيلوا الوضع، نحن كنا في السبعين يعني، وعالم 2000 بالنسبة لنا كان حلم لا نعرف ماذا سيحدث فيه. أتذكر يعني بشكل دقيق ماذا رسمت البنات وماذا رسمت أنا. رسمنا أطباق طائرة، وكانت الأطباق الطائرة في تلك الفترة شيء رائج، وكنا نشعر أن الفضاء سيغزو الأرض، وكنا نتكلم أيام المخلوقات الفضائية وحرب النجوم كل هذه كانت الأفكار الموجودة. رسمنا أطباق طائرة، رسمنا السيارات تطير، رسمنا البشر يطيرون. يعني أتذكر هذه الملامح التي رسمناها في كراسات التربية الفنية. الآن وأنا أسترجع، بالفعل يعني هل تغير الكثير؟ هل إحنا طرنا؟ هل السيارات تطير؟ هل غزونا الفضاء؟ أعتقد الآن نحن نطير ونحن جالسين على مقعدنا، نحن نلف العالم كله، وفقط من خلال الكمبيوتر، من خلال التلفون، من خلال يعني مثل ما يقولون بكبسة زر، نحن نطوف العالم ونطير يعني نرى كل ما في العالم. نحن بدأنا غزو الفضاء، نحن بدأت الطيارات التي تطير، بدأت السيارات التي تطير، بدأت السيارات بدون قائد، ظهرت بعض الملامح. هل تم إعدادنا إحنا كجيل لهذه الفترة؟ مثل ما قال دكتور عارف، سيارات السبعينات كانت فقط لقيادة السبعينات. المهارات التي اكتسبناها بعد ذلك كانت مهارات متراكمة، معارف متراكمة. يعني أتذكر لما دخل الكمبيوتر المدارس، وكيف كنا في صراع مع هذا الجهاز. وأتذكر أول دورة وكان برنامج دوس، ولين الحين أتذكر الفورميلاز اللي كنا نستخدمها في هذا البرنامج، وعقد الكمبيوتر. والآن أنظر إلى طفل لم يتعدى سنة من عمره وهو ما شاء الله عليه بالآيفون أو بالكمبيوتر يعني يتحكم فيه، وكأنه ولد وهو يعني داخل دورة وهو في بطن أمه، يعني خذ الدورة. سبحان الله، هذا التغير الذي حدث في هذه الأجيال. يمكن التغير نحن أيضا مشينا معه سواء أبينا أو رضينا، ولكن كان لابد من إحنا كجيل وجد في تلك الفترة أن نمشي مع هذا التيار ونتغير مع هذا الجيل حتى نستطيع أن نعطي ونتعايش مع هذا العالم. اليوم نحن تتطلع إلى القرن 21، تتطلع إلى المهارات التي يجب أن يكتسبها الطلاب في لهذا القرن وإعدادهم لهذا القرن. نتطلع أن نعد أبنائنا لجيل غير أو يختلف عن جيلنا. هل تغيرت الصورة التي كنا نرسمها في دفاترنا؟ المدرسة كمبنى، المدرسة كمحتوى، المدرسة كبشر، المجتمع، هل تغير بتلك الصورة التي كنا نراها أو التي نطمح أن تكون؟
فيلسوف وعالم الرياضيات برتراند راسل يقول: نحن تواجهنا حقيقة متناقضة، وهي أن التعليم أصبح أكبر العراقيل في وجه الذكاء والحرية الفكرية. هذه الكلمات ما زالت تشكل اختصاراً لمشاكل التعليم، استمرت بشكل أوسع في القرن 21 على عكس ما كان متوقع الحدوث. كان متوقع حدوث تغيير جذري، كان متوقع تغيير يعني ثورة علمية، ثورة معلوماتية تغير العالم، تغير حياتنا، تغير يعني المجتمع بشكل كامل. لكن يجب أن نقر ونعترف لم نصل إلى تلك الثورة أو إلى ذلك التغيير الكبير. لا زالت الفجوة موجودة، لا زالت فجوة التعليم موجودة، لا زالت فجوة الفجوة بين ما يتعلمه طلابنا في المدارس وما موجود في سوق العمل. كيف نعد هؤلاء الطلاب لجيل، أو كيف نعد هؤلاء الطلاب لزمن آخر، وكيف نعدهم لوظائف أخرى غير الوظائف التي تعودنا عليها؟ كنا بكل بساطة نختار وظيفة معينة لأن هذه ما كانت موجودة، لكن لم نفكر أن نعد هؤلاء الطلاب لوظائف بدأنا نرى ملامحها الآن. ظهور التكنولوجيا المتطورة، ظهور الثورة الرقمية، ظهور الطباعة الثلاثية الأبعاد، هذه ستحتاج إلى مهارات وإلى معارف مختلفة بشكل كامل عن المعارف التي يتلقاها أبنائنا في المدارس. هذا يعني أن نعد جيل يمتلك مهارات القرن 21. عالم التعليم، في عالم التعليم تشير مهارات القرن 21 إلى التحول في استراتيجيات الصف الدراسي والمناهج الدراسية لتشكيل طلاب مستعدون لتلبية مطالب عالم متطور، ليكون قادراً وبشكل متزايد على التواصل بين الثقافات والتفكير النقدي والتكامل التكنولوجي، كما أشار معالي الوزير في العرض، وكما أشار أيضا الدكتور في العرض السابق. هذه المهارات التي يحتاجها الطالب إلى يستطيع التواصل بين الثقافات، التفكير النقدي، تكامل التكنولوجي، يمتلك مهارات التعلم وليس التعليم، التعلم مدى الحياة، التفكير، القيادة، المهارات الاجتماعية والتقنية وإدارة الذات، إدارة ذاته بحيث يستطيع أن ينتقي ما هو مناسب له، ما هو مناسب لمجتمعه، ما هو مناسب لثقافته في خضم هذا التنوع الكبير من المهارات والمعارف. يكون ذلك كل من خلال فن صناعة التعلم لكل أركان من أركان التعليم وفق معايير وممارسات عالمية يحيطها سياج من القيم الأصيلة. ويجب أن نركز هنا، هذا السياج الذي يجب أن يكون سياج محصن لهؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب الذين أنا أعدهم لعالم متغير، عالم كبير، عالم بكل هذه المهارات المتنوعة. أين القيم؟ أين الطالب أو أين العنصر البشري الذي ينتمي لهذا المجتمع بالنظرة العالمية؟ أين الجذور التي يجب أن تبقيه مرتبط بهذا العالم؟ لو تلاحظون إخواني، الآن نحن نعيش تحديات كبيرة، وأقلها تحديات اللغة العربية وصعوبة اللغة العربية وكره أبنائنا للغة العربية، لأن نحن ما صنعنا هذا التحدي. عندما وجهنا أبنائنا للغة الأجنبية باعتبارها هي المتطلب الأساسي أو المهارة الأساسية للمستقبل، دون التأكيد على المهارة أو دون التأكيد على قيمة اللغة العربية كجزء من الهوية الوطنية وكجزء من شخصية هذا الطالب.
فأخذنا التيار نحو منحة أن نحن نأخذه إلى التطور وإلى التغيير، وفي هذا التسارع نحو هذا التغيير أهملنا هذه الجزئية، أهملناها كأولياء أمور وأهملناها كما كمربين وكتربويين. واليوم نحن ندفع الثمن ونتكلم عن اللغة العربية كتحدي وك يعني تحدي نواجه، يجب أن نضع له الحلول لنعيد اعتبارها لأبنائنا وفي مدارسنا. إعداد الطالب وبمهارات الحياة القرن الحادي والعشرين يعني إعداده لوظائف جديدة لم تخلق بعد، إعداده لعالم لم نراه كما كنا ننظر لعالم 2000. وفقاً لتقرير منتدى القمة العالمية للتعليم 2016، 65% من الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المرحلة التأسيسية سوف ينخرطون في وظائف جديدة لم تأتي بعد. فبالتالي فإن المهارات التي نعلمها لطلبتنا اليوم هي التي ستضمن لهم الإعداد ليكونوا جاهزين للمستقبل ويكونوا جاهزين لهذه الوظائف. لابد من التعليم أن يركز على هذه ويستشرف هذه الوظائف ومن ثم إدخال هذه المهارات اللازمة لهذا الطالب. مؤسسة استشراف المستقبل في أبوظبي أصدرت تقرير مهم جدا، تقرير المستقبل 2040. 2040 يعني كأنها وضعت أمامنا صورة المجتمع في 2040. 157 وظيفة شائعة ستكون في 2040، والدعوة إلى أن يكون أبنائك هم أو يستفيدون منها أو يستعدون لها. ترسم لنا أو رسمت لنا هذه المؤسسة مشهدا واضحا كيف سيكون أو تكون الوظائف في 2040، وستكون لمواليد 2010 اللي هم الآن في على مقاعد الدراسة الابتدائية. هذه الوظائف يعني الآن الوظائف القائمة ستختفي في المستقبل، سيكون للأتمتة أو للتكنولوجيا تأثير كبير على الوضع الراهن، والروبوتات التي كنا نحن نرسمها بشكل مخلوقات فضائية هي الروبوتات الآن التي دخلت في كل شيء، ستسيطر على المشهد المستقبلي. لكن الحقيقة التي يجب أن نعيها أن هذه الروبوتات أو هذه التكنولوجيا لن ستقضي على الوظائف، وإنما ستوجد وظائف جديدة. يعني عندما نتكلم أن التكنولوجيا بتحل مكان الإنسان، بل على العكس، التكنولوجيا هذا ما أشار لهذا التقرير، التكنولوجيا ستوجد وظائف جديدة للبشر. هذا ما حدث ووفق تقرير شركة ماكنزي، وما حدث الولايات المتحدة الأمريكية خلال 25 سنة الماضية، ظهرت وظائف لم تكن موجودة نظراً للتطور التكنولوجي. ظهرت وظائف تطوير تكنولوجيا المعلومات، تصنيع الأجهزة، إنشاء التطبيقات، إدارة نظم المعلومات. بالتالي هذه الوظائف أو هذه التكنولوجيا ستظهر كثير من الوظائف التي يجب أن نعد أبنائنا لإن شاء الله يكونوا قادرين على التعامل مع. اسمحوا لي أن أطرح أو أعرض تجربة طبقناها في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. هذه التجربة تعطي نموذج بسيط أو مثال لهذه المهارات أو الاستعداد للمستقبل. في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل طرحت مبادرة دبي 10X، هذه تطمح لتعزيز مكانة دبي تكون متقدمة على طبعا بعشر سنوات عن بقية دول العالم في القطاعات المحورية. طبعا سنركز هنا على محور جميع القطاعات، نركز على محور التعليم. جاءت مبادرة هيئة المعرفة بطرح مشروع رحال. مشروع
رحال هو ابتكار نموذج جديد للتعليم يمكن الطلبة من الدراسة في المدارس العادية وفي المتابعة في أي مدرسة، يعني يستطيع أن يدرس في أكثر من مدرسة، يستطيع أن يدرس ويعمل، يستطيع أن يعمل بوظائف بأكثر من وظيفة وتحسب له كدراسة، يعني الطالب سيخضع لي وسائل تقييم تختلف عن هذه الوسائل، العالم سيكون بأسره، فصل دراسي لهذا الطالب يسخر بكل أنواع المعرفة والمهارات والخبرات، سيمتلك الطلبة الحرية وتفريد التعليم بشكل أنه يعني يدرس وفق ما يحتاجه هو، وفق ميوله ووفق احتياجاته، وسيحسب له بشكل متعادل كما تحسب له الخبرات الأكاديمية، يعني يستطيع أن يدرس في يعني إذا عمل فهذا العمل سيحسب له، يستطيع أن يدرس في مدرسة في أبوظبي ويدرس في مدرسة في دبي في نفس الوقت، و تحسب له الامتحانات والدرجات وبشكل يعني واضح، يستطيع أن يدرس في بلاده ويكمل في دبي، يستطيع أن يدرس في يشتغل أو يقوم بمهارة أو بنشاط تطوعي ويحسب له كمادة، يعني الطالب هو الذي يصمم المنهج الخاص به، طبعا هذا بالشركاء مع المدارس ومع المستثمرين. تم تطبيق المرحلة التجريبية من هذا البرنامج مع مدارس، والحمد لله بدأت التجربة وسيتم دراستها وبالتالي تقييمها وممكن توسيعها أو تعديلها أو بالشكل الذي مثل ما قلنا يجعل الطالب يشعر وأن المجتمع بشكل كامل هو المدرسة. هذا النموذج يناسب الطلبة كبار السن بحيث أنه يعمل ويدرس، يناسب الطلبة الذين يستطيعون يدرسون الدراسة المنزلية، الطلبة الموهوبين، الطلبة ذوي الهمم، الطلبة يعني هو مصمم لجميع فئات الطلبة بكل الأعمار. في النهاية أشوف الوقت دقيقتين، أرى أن امتلاك الطلبة للمهارات التكنولوجية التي نحرص أن نحن نسعى أن يكون سلاح للطالب للمرحلة القادمة هو أمرا بديهيا، لكن يجب أو أن تمكينهم من مهارات الابتكار والتصميم وريادة الأعمال وجودة الحياة هذه ستكون أكثر أهمية، وسيكون الغرض من التعليم هو إرسال أطفالنا لهذا العالم الجديد ليتعلمون بطرق مختلفة وأدوات مختلفة مهارات الحياة وكيفية العيش بسلام مع أنفسهم ومع الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.